السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم ودعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قالت كود من مصادر متطابقة إن الملك محمد السادس حل مساء يوم السبت بمدينة إفران، قادما إليها من إقامته الخاصة بمنطقة الضويات التابعة لإقليم مولي يعقوب ضواحي مدينة فاس التي حل بها قبل يومين. وشهد الملك محمد السادس يسوق سيارته الخاصة بعدد من المحاور الطرقية وسط العاصمة العلمية، سيما الطرق المؤدية إلى مدينة إفران، ووجه عدد من المواطنين تحية السلام للملك. وتعتبر الزيارة الخاطفة التي قام بها الملك إلى مدينة إفران الزيارة الخاصة الأولى من نوعها بعد زيارته لمدينة فاس. وقالت المصادر إن عاهل البلاد لم يتنقل إطلاقا إلى المحمية الملكية لاورا ضواحي صفرو من أجل ممارسة رياضة القنص. وأوضحت المصادر أن الأمير مولاي الحسن هو من انتقل إلى المنطقة المذكورة لممارسة رياضة القنص التي يحبها الملك محمد السادس. نشكركم على حسن المتابعة.